وتنضم إلينا من أوزلو ناديا مارتن ويغن مديرة في سفالند كابيتال. أهلا وسهلا بك معنا. أود أن أسمع رأيك أولا، ما الذي يحرك أسعار النفط صباح هذا اليوم؟ منذ الصباح كان في ارتفاعات طفيفة جدا على أسعار النفط وكأنه تتجاهل الأوضاع الجيوسياسية، ولكن منذ صدور أرقام والبيانات من الصين التي أظهرت أن النشاط الصناعي انكماش للشهر الخامس على التوالي، إلا أن هذا الانكماش أتى أقل مما كان متوقع، والأسواق الصينية ترحب أيضا بهذه البيانات. فما الذي يحرك أسعار النفط في الوقت الحالي؟ عم نشوف برنت عليه قفزة بأكثر من 1%، لماذا؟ صباح الخير، يسعدني أن أكون معكم. الأسواق تتفاعل مع حزمة التحفيز الصينية المعلن عنها الأسبوع الماضي، ويوم غد تبدأ العطلة الوطنية الصين لفصل الخريف، وقبيل ذلك هناك الكثير من تغطية المراكز في السوق وتحديدا في سوق الحديد الخام، حيث رأينا عمليات شورت كفرينج كبيرة. صحيح أننا رأينا انكماشا صغيرا في البيانات، ولكن بما أن الصين ملتزمة بتحفيز الاقتصاد الآن، فإن الأسواق تشعر بالقوة وتحديدا في أسواق السلع. بحسب استطلاع أجرته بلومبرغ انتليجنس، 70% من أصل 176 مشترك يعتقدون أن أوبك بلس لن تغير استراتيجيتها في الدفاع عن الأسعار للدفاع عن حصتها السوقية هذا العام والعام المقبل. هل تتفقين مع هذا الرأي؟ وفي المقابل مصادر تتحدث عن عدم تمديد أوبك بلس التخفيضات التوعية، ما رأيك؟ الأسواق في حالة إرباك كامل. قصة فاينانشال تايمز من مصادر غير مسمات قالت الأسبوع الماضي إن السعودية تريد الدفاع عن حصتها السوقية كاستراتيجية، وهذا الأمر أربك السوق، وهذه القصة أربكت السوق، ونحن نريد أن ننتظر لنرى إذا كانت السعودية ستؤكد القصة أم تنكرها. والسؤال سيرتبط بتحديد الأسعار الرسمية للبيع. أسعار خام دبي قوية مقابل برنت، والناس يتوقعون من السعودية أن تزيد أسعارها للشهر المقبل، وإذا رفعت الأسعار بمقدار كبير هذا يعني أن السعودية تعتقد أن الطلب سيظل ينمو في الصين، وتحديدا الدعم على المدى القصير بسبب حزمة التحفيز. ولكن إذا خفضت السعودية أسعار البيع الرسمية أو رفعتها بمقدار طفيف، فهذا قد يكون مؤشرا على أن السعودية تعتزم فعليا الدفاع عن حصتها السوقية ومعاقبة عدم الامتثال من دول مثل العراق وروسيا. طب هل برأيك الشخصي ستؤجل أوبك بلس العودة التدريجية للإنتاج مرة أخرى في ديسمبر أم لا؟ وهل برأيك هناك جدوى من هكذا خطوة؟ لأنه نحن نرى أن أسعار النفط لا تتفاعل بشكل إيجابي حتى مع التأجيل الذي حصل لمدة شهرين، أسعار النفط لا ترتفع بشكل قوي. يعني ربما من المجدي أن تدافع عن الحصة السوقية. المشكلة أننا نرى تزايدا كبيرا في المخزونات في الربع الأول وبأكثر من مليون برميل يوميا، والأسواق تشعر بالقلق تجاه ما سيحصل في الربع الأول. تأجيل إعادة البراميل النفطية خلال الربع الأول سيكون أكثر دعما للأسعار. إذن سيكون على ما يرام إذا رفعوا الإنتاج ب80,000 برميل في ديسمبر كما نوقش، لكن المشكلة أن الأسواق تشعر بالقلق من إعادة مليون برميل العام المقبل مع تزايد في المخزونات في الوقت ذاته. إذن الأسواق تراقب الرسالة الصادرة. الدفاع عن الحصة السوقية هذا يعني أن هناك هذا يعني أن 3 أشهر من الإنتاج ستكون هي الاستراتيجية. على المدى البعيد يجب على أوبك أن تعيد الإنتاج إلى السوق. لذلك كما تقولين من الذكي البحث عن الحصة السوقية، ولكن بالنسبة للربع الأول يبدو أننا سنرى زيادة في المخزونات، وبالتالي ربما سيكون من الأفضل أن يكون ذلك بعد الربع الثاني. طب
ماذا بغض النظر عن سياسة أوبيك، ماذا عن الدول المنتجة من خارج أوبيك بلس؟ أليس هذا مصدر قلق بالنسبة للأسواق وزيادة الإنتاج من هناك؟ هذا صحيح. بالنسبة للربع الأول نتوقع تزايدا في المخزونات لأن المعروض من خارج أوبيك يتزايد في وقت الأسواق غير متأكدة فيه من رؤية ركود. نحن في سفيلاند كابيتال نتوقع الهبوط السلس في أمريكا ونتوقع حصول تعافي في أوروبا ونتوقع للتحفيز الصيني أن يكون حقيقيا، وهذا ما نراه في سوق المعادن هذا الصباح حيث يبدو الوضع أكثر إيجابية بكثير. إذن يمكن أن يكون التأثير على الطلب. النفط الصخري ينمو بوتيرة أبطأ مقارنة بالمعايير التاريخية، لذلك السعودية ودول أوبيك بلس اتبعت استراتيجية التخفيض طويل الأجل، فنحن نتوقع 300 ألف برميل من النمو في إنتاج أمريكا، وهذا رقم منخفض. ففي الماضي عندما كانت استراتيجية الحصة السوقية هي المتبعة كانت النمو في أمريكا ينمو بأكثر من مليون أو حتى مليون ونصف المليون برميل يوميا. سؤال أخير، التحفيزات الصينية التي ذكرتها كانت العنوان الرئيسي في الأسواق الأسبوع الماضي وما زالت تحرك الأسواق الصينية اليوم، إلى جانب استمرار تخفيض الفائدة وبلوغ المخزونات الأمريكية أدنى مستوياتها منذ إبريل من عام 2022 الأسبوع الماضي، هل برأيك هي عوامل كافية لدعم أسعار النفط وبقاء برنت فوق مستويات $70 للبرميل في الفترة المقبلة؟ برأينا وبسبب ما يحصل في سوق المعادن يجب أن نرى طلبا إضافيا على النفط، لكن المصافي الصينية كانت تتحدث عن تحول إلى المركبات الكهربائية بسرعة أكبر، وهذا الأمر رأيناه يحصل سابقا في خام الحديد، وحاليا هناك حالة من الرالي لأن الصين ستبدأ بشراء المزيد من النفط أيضا وليس الحديد فقط. شكرا جزيلا لك ناديا مارتن ويغن مديرة في سفالند كابيتال، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.